للحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو عضو الأكاديمية الروسية للدراسات والبحوث الدكتور محمود الأفندي. أهلا بك معنا عبر شاشة الغد في هذه النشرة. سيد الأفندي، هل العالم أمام خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة كما حذر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ميدفيديف؟ أول شيء سعد أوقاتك سيد الكريم والأخوة المشاهدين. طبعا هو ليس خطر، بل فعليا الحرب العالمية الثالثة بدأت الحرب العالمية الثالثة، ولكن حتى الوكالة في الوكالة بيد أوكرانيا، يعني بعدو غير مباشر. يعني نرى جيدا أن الغرب بشكل عام، الولايات المتحدة الأمريكية على رأسهم، لا تريد فوز روسيا أو تحقيق روسيا أهدافه في العملية العسكرية بأي شكل من الأشكال، فهي مضطرة أن تعطي كل شيء لأوكرانيا، وحتى تعطي كل ما يسمى مخازنا، يعني تخلي مخازنا بالأسلحة حتى تصمد أوكرانيا فوق روسيا. ولكن فعليا اللي يحصل الآن على الأرض أصبح نوع من أنواع الهستيريا، يعني كل الأسلحة اللي قدمت من سيد الأفندي؟ خليني أذكر المبلغ، يعني 190 مليار دولار قدم مساعدات لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية. فعليا لم تعطي أي نتيجة، يعني التقدم العسكري أو الهجوم المعاكس الأوكراني اللي بسميه انتحاري أدى فعليا إلى تدمير كل الآلية العسكرية الأوكرانية. فهي الآن أصبحت عالية على الغرب بكل معنى الكلمة، بكل أنواع الأسلحة. فهذه الاستريا الآن بدأناها في الدبابات، يعني فعليا كل استريا عملية حول الدبابات. فعليا يعني الآن يقولون وكأن الدبابات استعطوها لأوكرانيا ستغير مجرى العمليات العسكرية. المجرى لن يغير أي شيء فعليا، لأنه هذه الدبابات اللومبارد 2 أثبت فشلها مع القوات التركية عندما استطاعت أن تصدها بعض قوات الميليشيات الكردية. ولكن سيد الأفندي، الجيش الأوكراني لم يحقق انتصارات ميدانية كما يتم الإعلام بين الفينة والأخرى، وأيضا الحد من التواجد العسكري الروسي في بعض المناطق والمعارك الدائرة في باخموت اليوم. أول شيء بالنسبة للعملية العكسية الأوكرانية، بكل هذه الموارد لم تتقدم غير 7 أو 6% من الأراضي التي كانت سيطرة عليها روسيا. هذا أمر، يعني هذا أمر يعني نوعا ما لن يعطي أي تغيير، يعني 7% فقط من عملية كاملة هائلة، هذا رقم ضئيل جدا. يعني فعليا هذه الآن المبرر العسكرية خرجت من أوكرانيا الآن بعد إهدار هذه الأسلحة وأصبحت بيد روسيا. فعليا الآن روسيا تستطيع أن تقدم بسهولة، وهذا ما حصل فعليا بسوليدار، وهذا ما سيحصل في باخموت ومدن أخرى. الآن ليس يعني حتى معهد الحرب في أمريكا يقول أن هناك ضعف كثير في الذخيرة وعدد السلاح في أوكرانيا، وبالإضافة إلى حتى البشر، حتى العدد البشر. إذن كيف يعني تفسر استمرار الحرب وندخل ربما العام الأول لها في الأراضي الأوكرانية إذا كان الجيش الأوكراني بالفعل لا يحقق تقدما، وإذا كانت المساعدات العسكرية المقدمة من الدول الغربية، نقصد هنا التي وصلت حتى الآن، لم تحقق أي إنجازات؟ بالفعل لم تحقق أي إنجازات، هذا أمر مهم جدا. ولكن روسيا حتى الآن تقوم بعملية عسكرية خاصة، حتى الآن لم تقوم بما يسمى استخدام كل الأساليب العسكرية التي تستخدم في الحروب حتى الآن، حتى على سبيل المثال سياسة الأرض المحروقة حتى الآن تعملها روسيا. حتى الآن روسيا لم تستخدم سلاحها الجوي بشكل فعال في الأراضي الأوكرانية، فحتى الآن تقوم بعملية خاصة على أمل أن يبدأ الحوار وتخضع أوكرانيا لشروط روسيا. على أي أساس سيد الأفندي؟ يعني هل الحوار اليوم على الطريقة الروسية تحت وطأة المعارك والقصف، هل هذا الأمر متقبل من وجهة نظرك من قبل الدول الغربية التي تمد أوكرانيا بالمزيد من السلاح والمواقف السياسية أيضا ضد موسكو؟ لهذا صرح اليوم نعود إلى الموضوع الأصلي، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن فعليا ليس لدى الغرب غير الآن التدخل مباشر، يعني تدخل مباشر عن طريق تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى يمكن فعليا أن تؤدي لضرب العمق الروسي. لذلك رأينا يوم الجمعة الماضي وأنا هنا في موسكو، رأيت كيف المناورات الدفاع الجوي بدأت الآن في موسكو، يعني بدأت القوات الروسية تحصن موسكو، هذا استعداد لحرب عالمية ثالثة. يعني ما ملامحها سيد الأفندي هذه الحرب التي يتحدث عنها البعض الآن وتذكرها حضرتك؟ عفوا مرة ثانية صراحة، ما ملامح هذه الحرب التي تتحدث عنها؟ الهستيريا، يعني فعليا الآن عدم
قبول انتصار روسيا في هذه العمليه العسكريه سيؤدي فعليا الى صدمه مباشره، يعني اعطاء الصواريخ لن يبقى غير اعطاء الصواريخ والطائرات المقاتله، وهذا يعني تدخل مباشر. ما يعني الصواريخ بعيدة المدى سيدي الكريم؟ نعم. يعني هذه الصواريخ ستكون بما يسمى هندسه امريكيه من او غربيه من الاول حتى وصول ادب، يعني استخدام الاقمار الصناعيه، استخدام المخابرات، المواقع، الجي بي اس، كله سيكون امريكي ومن حلف الناتو. هذا تدخل مباشر بالاضافه الى الطيران. اذا اعطى لاوكرانيا طيران نعلم جيدا ان التدريب بحاجه لوقت طويل، ففعليا يمكن ان يكون هناك طيارين من القوات الامريكيه او قوات حلف الناتو. هذا صادم مباشر. لذلك روسيا الان تحضر نفسها على حرب عالميه ثالثه. يعني الان كل اساليب يلي هي لتدخل غير مباشر قد نفذت. كل شيء، لا يبقى غير الدبابات، وانا برايي الدبابات لا، حتى الان مشكلتها مشكله ان فعليا ليس هناك قدره لذلك بيزودوها. يعني فعليا يعني على سبيل المثال دبابات ابرامز، خلينا نكون واقعيين، دبابات ابرامز وزنها 50 طن، ماذا تفعل على الاراضي الاوكرانيه؟ يعني ستصبح بالاراضي الثقيله ستصبح مثل البقره على سطح الجليد، يعني ستغرق فعليا. ماذا عن ليوبارد 2؟ لم يبقى غير التدخل المباشر لما يسمى ضمان عدم كسب روسيا. ماذا عن الدبابات الاخرى، الدبابات الالمانيه والفرنسيه بعيدا عن الدبابات الامريكيه، الا يمكن ان تغير هذه المساعدات اليوم من شكل المعارك، من الطريقة التي تقود فيها روسيا اليوم هذه الحرب؟ روسيا لن تمانع دخول الدبابات إلى أوكرانيا، وأعلنت روسيا أن عندما تصرح روسيا أن هذه الأسلحة تحترق، يعني فعليا هو ضوء أخضر لإعطاء هذه الأسلحة. ولكن المشكلة أنه هذه الأسلحة عددها قليل في أوروبا، بالإضافة أنها ستحترق، يعني ليست هي خارقة نوعا ما. من نفس الوقت أوروبا لا تستطيع إنتاج دبابات جديدة. حسب تصريح وزير الدفاع الألماني الجديد البارحة بيستوريوس، ماذا قال؟ بيستوريوس قال أن الآن إنتاج أسلحة دبابات حديثة مكلف وباهظ جدا، بحاجة إلى وقت، يعني هو استنزاف حتى للاقتصاد الألماني. دعنا نتحدث داخليا سيد الأفندي حتى لا نطيل في هذه الجزئية. ميدفيديف أشار إلى التكاتف اليوم من قبل الأحزاب الروسية، ودعا الأحزاب الروسية في هذه المرحلة إلى الوحدة في مواجهة ما أسماه بالحرب المخطط لها من قبل الغرب. هل هناك انقسام ما داخل الأحزاب في روسيا حول استمرار هذه الحرب؟ الله، خلينا نكون واقعيين، بكل حرب وبكل معركة عسكرية هناك انقسامات. يعني لن ننسى أن روسيا خرجت من الاتحاد السوفيتي وعشر سنين كانت تحت وطأة الأمريكان ووطأة الغرب، يعني فعليا وزرعت فيها عديد من المعارضين والأحزاب المعارضة، فالآن تعمل ما يسموها الطابور الخامس. يعني خلينا نكون واقعيين. لذلك كان تصريح ميدفيديف بحيث يجب أن ننسى هذه الخلافات، فشيء طبيعي طول العملية العسكرية طول الأمد العقوبات الاقتصادية يمكن فعليا أن يشكل تفكك بين الأحزاب. ولكن هون ينبه رئيس نائب الرئيس السابق ميدفيديف انه هذه الخلافات يجب ان تنتهي فعليا، لانه الامريكان يريدون ان يحصل داخل روسيا، يعني العقوبات، لان نعرف جدا العقوبات، لماذا؟ العقوبات فقط على الشعب ليظهر او ليخرج ضد حكومته، يعني عن طريق المعارضه. ففعليا لذلك الرئيس ميدفيديف او الرئيس السابق ميدفيديف يطالب بما يسمى ضبط النفس حتى لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن نجبر روسيا وموحدة روسيا. الدكتور محمود الأفندي عضو الأكاديمية الروسية للدراسات والبحوث، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك.